بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد، أستاذ الغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس. والحقيقة أنا بحادث اليوم أو بتناول موضوع للسادة الزملاء وصغار أولادنا الأطباء، اللي هو موضوع الغدد الدرقية. وزي ما احنا عارفين الثيرويد جلاند دي اتس لوكيتد ات فرونت اوف ذا نيك، وهي وزنها حوالي 20 جرام ومع صغر حجمها، فهي بعتبرها انا هرموناتها ثالث ثلاثة، يعني تأتي اهميتها ما بعد الاكسجين. واحنا عارفين الاكسجين مهم جدا، والمخ لا يستطيع ان يتخلى عن الاكسجين لاكثر من بضع دقائق، قد لا تتجاوز او لا تزيد عن حوالي من 6 لـ7 دقائق. الثاني العنصر الثاني الهام جدا وهو عنصر الجلوكوز، وهو المين فيول او اللي هو الطاقة الايجابية التي تعطي كل خلية في الجسم الطاقة اللي هي تخلينا ممكن عايشين. المخ ما يقدرش يتخلى عن الجلوكوز لأكثر من 2 أو 3 ساعات، ففقد الأكسجين عدة دقائق وفقد الجلوكوز عدة ساعات، بينما فقد هرمونات الغدة الدرقية اللي أنا بسميه إكسير الحياة اللي هو الثيرويد هرمونز، ممكن الإنسان الحياة يتحملها لعدة شهور أو أسابيع أو حتى في بعض الأحيان إلى سنوات، ولكن هذه الأضرار قد تكون أضرار لا يمكن علاجها بعد كده. وبالتالي ولا توجد خلية في الجسم في غنى أو في مأمن أو لا تحتاج إلى هرمونات الغدة الدرقية. ومن هنا كان الثالث ثلاثة لاحتياج الأنسجة والاحتياج الخلايا لهرمونات الغدة الدرقية ما بعد الأكسجين وما بعد الجلوكوز. إفرازات الغدة الدرقية أو الثيرويد جلاند هرمونز احنا عارفينهم اللي هو التي 3 والتي 4، وهم تحت سيطرة التي اس اتش اللي طالع من البيتيوتري جلاند. عادة الشائع تماما يا إما زيادة إفراز الغدة الدرقية اللي هو هايبرثيروديزم، أو نقص هرمون الغدة الدرقية واللي هو هايبوثيروديزم. طبعا على حسب الإيج، فالهايبوثيروديزم يا إما لو كان إنفانت فهنا بيأثر على المنتاليتي جامد جدا، وممكن الولد بعد كده أو البنت المولودة لو ما لم يكتشف نقص هرمون الغدة الدرقية أو إفراز الغدة الدرقية مبكرا، فإنه يصاب بالعته وبالتخلف العقلي، ولا نستطيع أن نعيد هذه الخاصية له مرة أخرى حتى لو تم إعطاء الهرمونات المناسبة لي. ومن هنا كان عملية السكرينينج اللي بتحصل دايما في النيو بورز في الأولاد اللي لسه مولودين، تو ديتكت أنه في كونجينيتال أبسنس أوف ثيرويد هرمونال سكريشن. نقص الهرمون الغدة الدرقية الحقيقة هو شائع ونسبته لا تقل عن 5% among the population، لدرجة ان في الويسترن كومبانيز او الويسترن سوري كانتريز بيحصل انه بيعملوا لهم سكريننج تيست لنقص هرمونات الغدة الدرقية كل 5 سنين ابتداء من سن 35 سنة. السكريننج تيست دي كان بريدكت ذا ايرلي اند ذا سولر، يعني ابسوليوت ريدكشن اوف ثايرويد هرمون بروفايل، ات كان بي تريتد ايرلي اند ذاتس واي وي شود كيب اون تاتش وذ ذيس بيشنت. العيانين اللي هم اهلهم عندهم نقص هرمونات الغدة الدرقية، أو اللي هم تعرضوا لإشعاع لأسباب معينة، أو أنهم خدوا أدوية قد تؤثر على إفرازات الغدة الدرقية، أو تعرضوا إلى جراحات تمس الغدة الدرقية أو ممتوحة منطقة الرقبة، هؤلاء المرضى طبعا مش كلهم، ده دول بعض أصناف منهم، يجب أن احنا ناخدهم في الاعتبار أن احنا نركز معاهم في السكرينينج أو في الفحص الدوري لاكتشاف المبكر لنقص هرمونات الغدة الدرقية حتى يستطيع علاجها مبكرا. هي في نقطة مهمة أوي في العلاج، إن معظم زملاتنا الأطباء وحتى الأساتذة منهم بيعتمدوا على what is called the replacement therapy of the thyroid hormones، ودي إن إحنا بندي استعادة للهرمونات الناقصة بهرمونات من الخارج. والهرمون رخيص أوي الحقيقة ومتوفر وسهل تصنيعه، ولكنهم بيعتمدوا على الفولو أب للعيان اللي هو المتابعة ليه على الكيميكال أسيسمنت أو البيوكيميكال أسيسمنت، بمعنى ان هو بيقيس معدلات الهرمونات في الدم حتى تصل الى المعدلات الطبيعيه ويكتفي مع ذلك، بينما قد يكون المريض ما زال في حاجه ان هو لتكمله علاج معين اللي هو لم يستشعر التحسن الكامل. هنا لازم نبص لحاجتين مهمين قوي، ان احنا نشوف كوموربيديتي، يعني في هناك امراض اخرى مصاحبه للغده الدرقيه التي تسببت ان معنا وصلنا لمعدلات طبيعيه في الدم ومع ذلك لم يستطع المريض ان يستشعر التحسن الكامل، زي الغده الكظريه، زي الغده النخاميه او غدد اخرى، او ان هناك امراض بعيده خالص عن الغدد الصماء كامراض الكلى او الكبد او القلب او نوع بعض الهرمونات المناعيه او ما الى ذلك. يعني اذا ما يبقاش انا بالبلدي كده راسه الف سيف، ان ما دام عيان الغده الدرقيه هو المريض يبقى لازم علاج غده درقيه، ربما لا، ربما تكون تمثل هي 10% و90% امراض اخرى
قد تكون ناتجة من الغدة الدرقية نفسها أو غير ناتجة من الغدة الدرقية. ومن هنا لو اطمننا أن إكسترا ثيرويدال ديسيزيس هي السبب سواء مترتبة عن الغدة الدرقية أو غير مترتبة عنها، فإن إحنا لازم نوصل للتارجت بتاع الغدة الدرقية الهرمونات في الدم، ليس فقط البايو كيمستري أو بايو كيميكال، ولكن أيضا على البيولوجيكال أسيسمنت، ألا وهو سرعة تحسن المريض ورضاه عن نفسه وعن ذاته وعن صحته، وإنه قد تعادت إليه حيويته ونشاطه. شكرا جزيلا.